السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، درسنا لهذا اليوم في مكون التراكيب الجملة الاستفهامية. أبنائي، قبل أن نشرع في شرح هذا الدرس، لاحظوا معي هذه الأسئلة التي طرحها أحد الصحفيين على الطبيب: كم تبلغ من العمر؟ أين تسكن؟ متى تم تعيينك في المشفى؟ من صاحب الفضل عليك؟ إذن أبنائي، من خلال هذه الأسئلة التي طرحها الصحفي عن الطبيب، هل يعرف الصحفي إجابات هذه الأسئلة؟ بالطبع لا، لو كان يعلمها ما طرحها على الطبيب. إذن أبنائي، ما نوع هذه الأساليب السابقة؟ يعني الأسئلة التي طرحها الصحفي على الطبيب، ما نوعها؟ نعم، هي أساليب الاستفهام. لماذا قلنا أساليب الاستفهام؟ لأنها بدأت بأداة الاستفهام، وأدوات الاستفهام هي كم، أين، من، متى. أبنائي، أساليب الاستفهام تنقسم إلى قسمين: أساليب فيها حرفان فقط، وهي هل والهمزة، وأساليب وما تبقى فهي عبارة عن أسماء. أبنائي، معي هذه الصورة. إذا ما هذا؟ هذا ديك. إذا الديك حيوان غير عاقل. إذا ما هذا؟ هذا ديك. إذا الديك هو عبارة عن حيوان غير عاقل. إذا أبنائي، ما هذه؟ إذا هذه شجرة. إذا شجرة فهي نبات، وإذا نبات غير عاقل. إذا الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من خلال هذين الشكلين، الديك والشجرة، إذا ما اسم استفهام للسؤال عن غير العاقل. إذا الحيوان غير عاقل، النبات غير عاقل، الجماد غير عاقل. إذا ما اسم استفهام للسؤال عن غير العاقل. إذا من هذا؟ هذا لاعب ماهر. إذا هذا اللاعب هو إنسان. إذا إنسان يملك العقل. إذا من هذا؟ هذا لاعب ماهر. إذا الإنسان يملك العقل. إذا من تطرح للعاقل؟ تطرح للعاقل. نفس الشيء، من هذه؟ هذه طبيبة مخلصة. إذا طبيبة كذلك هي إنسان عاقل. إذا طرحنا عليها اسم من. من هذه؟ اسم الاستفهام من. من هذه؟ هذه طبيبة مخلصة. الفائدة هي أن من اسم استفهام للسؤال عن العاقل، ما اسم استفهام السؤال عن غير العاقل، ومن اسم الاستفهام للسؤال عن العاقل. أين يقف المعلم؟ أي أين المعلم؟ إذا المعلم في الصف. إذا أين استخدم اسم استفهام استخدم للمكان. متى يستيقظ محمد من نومه؟ إذا يستيقظ محمد صباحا. إذا متى اسم استفهام يستخدم للزمان. إذا لاحظوا معي الجملة الاستفهامية واسم الاستفهام واستخدامي. إذا ما أطول آية في القرآن الكريم؟ ما اسم استفهام لغير العاقل. من معلم البشرية؟ من اسم استفهام للعاقل. أين توجد قلعة برقوق؟ أين اسم استفهام للمكان. متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد الرسول متى يعني اسم استفهام للزمان. كيف تعامل والديك؟ كيف اسم استفهام للحال.